سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك كريم عليكم جميع من البنات. ان شاء الله تكونوا دائما بصحة جيدة. الله يدخل علينا رمضان يا ربي بكل خير وفرح يا ربي، امين. ان شاء الله اليوم حبيت نشارك معكم واحد المملحات كيجيو رائعين البنات، يعني بطريقة مبسطة جدا وسهلة. نتمنى يعجبكم وتبعوا معايا هذا الفيديو ان شاء الله، وخليكم معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بصحه جيده. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد يعني مملحات جميله جدا، كيجيو حتى في رمضان يعني في الفطور كيجيو رائعين بزاف وساهلين في التحضير، ما كيحتاجوش شي حاجه اللي صعيبه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ومقادير كالتالي: هنا خديت بصله، بصله مويان، يعني خديتها بصله مويان، قطعتها طريفات صغار كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا كنحتاجوا القوام، هنا كاينه معلقه كبيره ديال الزبده على حسب الرغبه ديالكم. انا كتعجبني الزبده، كتجي واعره في المذاق ديال، حيت غادي نطيب بها الكفته. وعندي ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه يعني نص ملعقه ديال الابزار، نص معلقه ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره او الكركم، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، والمعلقه صغيره ديال الكمون. وايضا عندي نص ديال ضامه ديال الدجاج ديال ربي البقر، عفوا، حيت غادي ندير الكفته، داكشي علاش درت ديال البقر. الا غديروا لدند ممكن ديروا ديال الدجاج او على حسب الرغبه ديالكم. عندي هنا جوج وريقات ديال سيدنا موسى، وعندي الثومه ان شاء الله غادي نقشرها مازال. وهنا الزيتون خديته قطعته طريفات صغار كيف ما كتشوفوا، يعني دوك الدوائر الصغار. وايضا زيت الزيتون كيف ما كتعرفوا دائما ما كنستغلوش عنها، وزيت المائده يعني كنخلطهم كنديرو ميلونج. وعندي الكفته، الكفته ديال البقري على حسب الاشخاص، يعني على حسب شحال نتوما في الدار. انا كندير شويه حيت غير انا وراجلي كيف ما كتعرفوا. وخليكم معايا ان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه بنات كناخد كاسرول وكندير الزيت، زيت الزيتون، من بعد كنتبعها زيت المائده باش تشحل ليا البصل، وكنتبعها البصل كما كتشوفوا غادي نديرو كاملو باش يتشحر مزيان، وغنخليه يتشحر ان شاء الله. خليه يتشحر كاملو، غادي نزيد ندردر عليه هاد الضامه ديال البنه ديال البقر، وكنحرك دائما كنحرك البصل ملي كيتشحر كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي ندير الاقوام اللي عندي، غادي نديرو كامل ان شاء الله، وغنحرك ندمجهم كلهم مع بعض. يعني وصفه سهله جدا البنات، ما كتطلبش شي وقت كثير، دغيا كتوجد صراحه. وهنا غادي نزيد الكفته كيف ما قلت لكم، هنا غنزيد الكفته، غادي ندير الكفته اللي عندي باش تشحر مع هاد المكونات كلهم. كنبقى نمص فيها هكا باش ترطب وتطلق، باش ما تجيش هكا تجيش مكوره. نبقى نحرك دائما مع التحريك، الريحه كتجي رائعه جدا، رائحه جميله جدا البنات. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا ان شاء الله. وغنبقى هكا نستمر في التحريك حتى نسالي. كتشحر ليا البصله مع الكفته، كتشحر مزيان
عاد كنزيد ليها الماء، ماشي دابا غنزيد ليها الماء، كنمزج المكونات كلهم كيف ما قلت لكم. هذيك حتى ما تخليوهاش تكور لكم، بقاو تمغسوه ليها هكا، تخليوهاش تكور فهمتوني، تمغسو هكا. شتيهم دابا شتيها دابا كتطلق، هيا تبان لكم. هكدا طلقات لنا هكدا. ودابا غادي نزيد الزيتون ان شاء الله، غندير الزيتون حتى هو يتشحر معاهم. كيعطي عطى طريحة زوينة البنات والله، ريحة رائعة جدا كتشهي. دائما كنوصل تحرك، حيت الا ما كتحركوش البصله كتحرق فهمتوني. ضروري تحرك، يعني ضروري تحركي البصله، ما تخليهاش تحرق لك شي جهه ولا. من بعد كنزيد عليها الماء، كنزيد عليها الماء ها هما. وهذا الماء اللي زدته البنات، هذا الماء راه سخون، داكشي علاش دار هكا. نخليها طيب، نسد لها الكاسرول ديالي ونخليه طيب الكفته، الكفته اللي خصها طيب هي الاولى، ونرجعوا ان شاء الله. البنات غادي نزيد عليها الثومه اللي قلت لكم، سبقت ليا قلت لكم راه غادي نقطعها ونسد عليها عاوتاني باش يطيب، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. البنات كيف ما كتشوفوا البنات عندنا، يعني بعد ما خليت الكاسرول طيب، يعني كفته طيب في الكاسرول، خديت المكونات يعني بغيت نصاوب واحد المزيج هو اللي كيخلي داك ديك الحشوه تتماسك في التورتيات. كيف ما كتشوفوا كنحتاج نص كاس ديال الحليب، جوج بيضات، وجوج فرماجات، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار. غادي نخلط هاد المكونات هنا ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا. هاد يعني لهاد الخلطه كيف كيقولوا ليها، غادي تخلي داك ديك الحشوه يعني تتماسك، يعني ما تطلقش اون فوا طيب، ما تطلقش لك يعني اون فوا تقطعيها ولا هكا، كتخليها متماسكه. وغادي نخلط المكونات هنا، ممكن تخلطوا بميكسور او داك الخلاط الكهربائي، انا خلطت هنا بيديا ومن بعد كملت بالميكسور. كما كتشوفوا درت شويه ديال يعني بزار، على حساب نتوما الا كتبغيو الحار ولا لا، غير كيجي معاه صراحه كيجي مع البزار بزاف، وشويه ديال الملحه. هنا ما تكثروش الملحه البنات، حيت فايت درناها في الحشوه درنا فيها الملحه، يعني ديروا غير شويه باش ما تجيكمش عاوتاني مالح بزاف. وانا كنخلط كنحاول هكا كنضغط على داك الفرماج يعني يتمزج مع دوك المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، وغنواصل التحريك وخليكم معايا البنات. كما كتشوفوا هنا خديت يعني فايت ليا، درت العجينه ديال التورتات، يعني فايت صوبتها اصلا، يعني فايت ليا شاركت لها معكم في الفيديو السابق كيف ما كتشوفوا. غير داك الفيديو درت فيه يعني درت فيه تورتات حلوين نفس العجينه، غير البنات عوضت السكر بالملحه. يعني كتنفا كديري يعني عجينه كديري التورتيات ديال مملحه كديري الملحه، ولا بغيتي الحلوين كديري في العجينه السكر سنيده، يعني كتكثري.
هذا الفرق فقط البنات، هنا يعني شونجيت السكر بالملحه ونفس المقادير، يعني ما درتش شي اختلاف. هنا خديت دوك المولات الصغار دهنتهم شويه ديال زيت المائده. بعد ما دهنت دوك المولات كاملين بزيت المائدة، دابا غادي نشكل كويرات، يعني غادي نشكل شكل التورتيات في هذا القالب الصغير كيف ما كتشوفوا معايا. صراحة هاد العجينة البنات زوينة بزاف، يعني ما كنستعملش الزبدة في هاد العجينة ديال التورتيات، كندير الزيت المائدة وكيجيو زوينين بزاف البنات، وكيجيو هشاش ورطبين رطبين. نتمنى ان شاء الله يعني تجربوها، وغادي نحط لكم ان شاء الله يعني في صندوق الوصف غادي نحط لكم الفيديو ديال يعني ديال العجينة باش تصاوبوها ان شاء الله. وهكا غادي نكمل التشكيله ديالي، غادي نشكل كامل دوك القوالب بالعجينه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا الحشوة ديالي طابت، غادي نسد عليها وغنخليها يعني تتبرد شوية، غنخليها على جانب. وغادي نمشي للتورتيات اللي يعني اللي صاوبت في القوالب، غادي نتقبهم بالشوكة باش ما يتنفخوش ليا الا طابو، باش ما يتنفخوش. حاوتاني يتنفخو كيجيو زوينين باش يبقاو على الشكل ديالهم. كنتقبهم عفوا في جميع الجهات، يعني في الجوانب، في الوسط، في كل الجهات البنات، يعني ما تخليوش شي جهة كيف ما كتشوفوا معايا، يعني تقبتهم في جميع الجهات في الشوكة كيف ما كنديروا العجينة ديال البيتزا، نفس الخطوات، يعني ماشي شي حاجة اللي ما موالفينش ديروها. وهكا كنواصل حتى نسالي كامل القوالب وهنرجعوا ان شاء الله. وهنا البنات بعد ما كملت العمليه ديالي، يعني ثقبت كامل دوك العجينه ديال التورتيات، دابا ان شاء الله غادي نملاها بالحشوه اللي وجدت الفيت اللي وجدت معكم، خليتها تبردت شويه. وهكا غادي نملأ دوك الفراغات كلهم، غادي نعمر دوك التورتيات ان شاء الله، يعني ندير لهم كل شيء نفس القد، وان شاء الله ها انتم غتشوفوا معايا. يعني صراحه كيجيو زوينين البنات، يعني ان شاء الله جربوهم في رمضان ولا في الكوتي، كيجيو رائعين يعني في الفطور، وسهلين كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ما كيطلبوش شي مجهود بزاف، وبمكونات بسيطه جدا، يعني ما كايناش شي مكونات تما اللي ما كاينينش عندكم في الدار.
وكيف ما قلت لكم كيوجدوا دغيا، باش عجبوني كيوجدوا دغيا وما طلبوش مني وقت بزاف. والعجينه يعني فايت صوبتها، العجينه البنات ماشي يعني صوبتها في وحطيتها في الفريغو، يعني صوبتها في مع الجوج هكا ديال ملي وجدت الغدا، صوبت العجينه وخليتها حتى الوقت الكوتي ووجدت الحشوه، ومن بعد هكا يعني صوبتها للكوتي وكنوصل يعني نعمر جميع دوك الفراغات كيف ما قلت لكم حتى نسالي ان شاء الله. وهانتوما هتشوفوا معايا ان شاء الله البنات. بعد ما كملت البنات يعني بعد ما ملأت جميع التورتيات بالحشوة، ان شاء الله غادي نكب فوقهم داك الخليط اللي قلت لكم، كنكب فيه فوقه غير شوية يعني ما كنكترش بزاف، غير شوية باش يخلي ديك الحشوة تماسك ملي كطيب. وكيجيو البنات رائعين بزاف. هاد الاثناء انا سخانة خدمت الفرن الكهربائي من الفوق ومن التحت باش يلاه يلاه يسخن، وملي كنسالي هكا كندخلهم للفرن وكيجيو رائعين البنات. وإن شاء الله خليكم تشوفوا النتيجة. ها هما التورتيات يعني بعد ما طابوا درت عليهم البنات شوية ديال الفروماج، انا عندي فروماج صفائح وقطعتهم مثلثات هكا لتزين. نتوما ممكن ديروا داك فروماج موتزاريلا يعني كيجي حتى هو رائع البنات. وملي ملي درت فروماج دخلته شويه للفرن حتى داب شويه وخرجته، يعني ما نخليهش عاوتاني بزاف باش ما يتحرقوش ليا. وهكا كيف ما كتشوفوا يعني التورتيات ديالي وجدوا الكوتي بالصحه والراحه البنات. نتمنى منكم ان شاء الله يعني تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا، ودائما يا البنات ما تنسوش يعني تشجعوني ان شاء الله باش نعطي المزيد من الوصفات في القناه ديالي. ونتمنى انكم تكونوا دائما بصحه جيده البنات، وبسلام عليكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه ديالي، وبسلام عليكم البنات.